يشارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات البرلمان العربي المنعقدة بجمهورية مصر العربية الشقيقة خلال فترة من 9 إلى 11 من أكتوبر الجاري، كما سيشارك الوفد أيضا في الجلسة المشتركة للبرلمان الأفريقي والبرلمان العربي. وحول هذا الموضوع معنا من شرم الشيخ سعادة النائب عادل العسومي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عضو البرلمان العربي. مساء الخير سعادة النائب. سعادة النائب، ما هي أبرز محاور اجتماع البرلمان العربي المنعقد حاليا في مصر؟ سعادة النائب هل تسمعني؟ نعم. سعادة النائب، لو تحدثنا يعني عن أبرز محاور اجتماع البرلمان العربي المنعقد حاليا في مصر. والله اليوم طبعا حضرنا احتفال جمهورية مصر العربية بمناسبة مرور 150 عام على بدء الحياة النيابية في مصر، طبعا بحضور فخامة الرئيس السيسي وعدد كبير من البرلماني العرب والأفارقة ومن دول العالم شهد بأكملها. نعم. طبعا هذه المناسبة تؤكد عراقة التجربة البرلمانية المصرية وما وصلت لها من مستوى جدا بالنسبة لنا يعتبر مفخرة كعرب. طبعا بكرة عندنا اجتماع البرلمان العربي الأفريقي، راح نناقش أمور كثيرة منها التنسيق بين البرلمان العربي والبرلمان الأفريقي في العديد من القضايا، بالأخص قضايا المنطقة اللي تحتاج إلى تنسيق وتكاتف في وفق هذه الظروف. نعم سعادة النائب، هل يعني من توصيات سترفعونها أنتم بصفتكم كوافد برلماني بحريني؟ طبعا احنا أكيد راح نرفع توصيات، واحنا طبعا نستخدم هذه المناسبة لتعزيز العلاقات البحرينية المصرية على مستوى التنسيق النيابي البرلماني. طبعا أكيد راح نرفع توصيات عقب هذا اللقاء العربي الأفريقي على رأس تبني القضايا العربية المصرية، بالذات الأمور الملحة على مستوى القضية السورية، اليمن، التدخلات الخارجية اللي تعاني منها دول الخليج بشكل عام والبحرين بشكل خاص. أكيد راح نشرح وجهة نظرنا احنا كمملكة البحرين في هذه القضايا واللي تتماشى مع التنسيق العربي أو الموقف العربي الموحد الذي تحتاج هذه القضايا في هذه الظروف اللي نعتبرها دقيقة احنا. نعم سعادة النائب عادل العسومي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عضو البرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.